تحتل ثانوية الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي رحمه الله مكانة خاصة في قلوب الأنباريين لكونها واحدة من أهم المدارس الإسلامية في العراق، إذ تخرج فيها عدد من المشايخ والعلماء كأمثال العلامة عبد الملك السعدي والشيخ خليل الفياض. وما تزال اليوم صرحا شاخصا هنا في مدينة الفلوجة، لا سيما أنها ترفض الكليات بمختلف الكفاءات سنويا. ثانوية الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي هي من الثانويات الإسلامية وإحدى الثانويات الإسلامية المنتشرة في العراق، والثانويات الإسلامية هي ثانويات رسمية وحكومية تابعة لدائرة التعليم الديني التابع لديوان الوقف السني. ثم إن الشهادات التي تمنح لطلاب المدارس الدينية هي شهادات معادلة لشهادات طلاب وزارة التربية، وهذه المدرسة مدرسة الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي درس فيها أغلبية علماء العراق وأكثرية علماء العراق. وبالتزامن مع استقبال عام دراسي جديد، تفتح هذه الثانوية أبوابها لتسجيل الطلبة ضمن صفوفها وسط تشجيع كبير من قبل أولياء الأمور وحث أبنائهم على الانخراط في هذه المدارس فيما يصفونها بصمام أمان لمجتمعنا. حتى نخرج إن شاء الله نشأ جيل طيب يعرف بالأمور الإسلام والمسلمين، والحمد لله والشكر. أنا بالنسبة لي كولي أمر أحث أي واحد أنه يسجل ابنه يعرف بأمور الإسلام وبالدين وبالقرآن ويتعلم أحاديث، يتعلم يحفظ حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. هذا وتحرص المدارس الدينية في العراق على تدريس منهج الوسطية والاعتدال، إضافة إلى أن طلبتها يحظون بمميزات كبيرة تمكنهم من القبول في كليات إنسانية مختلفة ولا تقتصر على الأقسام الإسلامية. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.